بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان تصميم ختم شخصي أو شعار للشخص يعني أو مؤسسي دائري في الوورد للمؤسسة بتاعتي أو القسم السكشن اللي أنا شغال فيه أو المدرسة أو المؤسسة أو الشركة أو مهما كان، يعني بخطوات عمليا. والكلام ده كله هيكون في الوورد 100% او 90%، لان في خطوة صغيرة هنطلع بره الورد كده لحظة ونرجع له تاني بسرعة. فالنهاردة هتكون خطوات عملية ان شاء الله، هنشتغل من البداية تماما، من اول مستند الورد الفارغ خالص الى ان نصل الى الختم الدائري ده بكل الالوان بكل التنسيقات بكل التصميمات اللي فيه. طبعا كل ده بيأتيكم برعاية قناتنا على اليوتيوب، اللي بندعوكم طبعا للاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات وأيضا مشاركة الفيديوهات. وأيضا بيأتيكم الفيديو ده برعاية داعمي القناة على اليوتيوب، الناس اللي بتدعم القناة بنقدم لهم كل الشكر والتقدير والاحترام طبعا، سواء من داخل جمهورية مصر العربية من خلال خدمة فودافون كاش والرقم في وصف الفيديو، أو خارج مصر من خلال خدمة تحويل الأموال ويسترن يونيون. وهنبدأ على بركة الله نشوف الخطوات العملية اللي معانا، ومعانا أكتر من يعني هدية في خلال الفيديو الحالي، فتابعنا كده وخليك معانا واحدة واحدة. طبعا مستند الوورد، لما بنفتح مستند الوورد كده المفروض ان هو مش زي اللي انا فاتحه ده. مستند الوورد بيكون فارغ، مفيش فيه السطور الافقي والرأسي دي اللي هي متسطرة عندي دي، زي الوورد، زي اقصد الدفتر او الكراسة. فطبعا هسيب لحضرتك في وصف الفيديو هنا، في وصف الفيديو تحت هنا في صندوق الوصف لينك للفيديو اللي بنقوم فيه بعمل السطور دي، بحيث ان انت كل المستندات الوورد اللي عند حضرتك تكتب فيها تكون مسطرة كده، او تطبع السطور ديت وتبدأ تكتب فيها عادي خالص. تمام، النهاردة احنا هنشتغل على الختم ده اللي معايا ده، اللي انا بحاول احركه يمين ويسار، ده مكتوب فيه طبعا اسمي، وعبارة عن ختم كده بنفس الوان الختم العادي او بالوان اخرى زي اللي في اليسار ده في الشمال ده. وايضا عندي ختم في خلفية الصفحة هنا لما اعمل تصغير كده للصفحة بتاعتنا، فطبعا هنا في الختم في خلفية الصفحة، ودي صفحة فارغة تماما فيها برضو الختم اللي انا صممته ده، تصميم بسيط جدا يعني، ولكن ما ينفعش ان انت توصل له، مش هتعرف مهما ضغطت كليك كده عليه مش هتعرف توصل له، لان ليه طريقة كده لادراجه في الصفحة هنعرضها ان شاء الله في نهاية الفيديو. تعالى نبدأ على بركة الله كده ونبدأ في تصميم الشغل ده. انا هحذف كل الكلام اللي في المستند الحالي وهعمل ايقاف سريع للفيديو كده، وبعدين احذف حتى الختم ده كمان، وبعدين نبدأ نصمم مع بعض. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما تخلصنا من كل التصميمات والأشياء اللي موجودة في مستند الوورد الحالي، ونبدأ إن شاء الله الآن في تصميم الختم الشخصي بتاعي. هيكون دائري، فطبعا هنحتاج إن احنا نعمل إدراج لدائرة. أنا هعمل هنا إنسيرت لمن الأشكال، هعمل الشكل ده. الشكل ده اسمه دائرة؟ لا، اسمه شكل بيضاوي، ماشي. فلما بتضغط عليه كده وترسم الشكل البيضاوي ده، غالبا بتكون الاقطار بتاعته مش متساوية، الاقطار مش متساوية، مهما حاولت تظبطها كده بايدك كده مش هتكون مظبوطة. فبتضغط على شيفت وبتبدأ تكبر وتصغر وانت ضاغط على شيفت. وانت ضاغط على شيفت ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الدايرة دي بتكون مستقيمة او مستوية تماما، يعني الاقطار الافقية والرأسية والمائلة كلها، كل الاقطار متساوية، ماشي، لما بتضغط على شيفت من لوحة المفاتيح وانت بترسم الشكل ده. او ممكن لو حضرتك لاحظت هنا الحجم، هنا في هنا الافقي والرأسي نفس الرقم هنا، فانت ممكن لو ما ضغطتش على شيفت ممكن تحدد الارقام من هنا، مثلا ده خليه 12 واللي تحت ده خليه 12، تمام، حدده كده واضغط 12 مثلا، ماشي. فبتكون الرأسي والأفقي زي بعض، معنى كده إن الدائرة دي مستديرة استدارة كاملة، تمام. بعد كده عايزين تعبئة الشكل ده، خطوات سريعا كده بلا تعبئة، يبقى كده الدائرة فقط. عاوز كمان الخط بتاع الدائرة ده يكون بلون تاني ويكون السمك بتاعه أكبر، يبقى من إطار الشكل، تمام. الخط ده اللي هو إطار الشكل. السماكة، السماكة هنا آخرها 6، أنا عاوزها 10، ماشي، يبقى تروح على خطوط إضافية
وهنا العرض ده تضغط هنا تكتب كلمة 10 تمام وانتر. طيب عاوزين اللون بتاعه كمان يتغير، فأحدد الشكل كده، وبرضو من إطار الشكل هختار لون تاني وليكن اللون مثلا الأحمر تمام، يبقى الإطار ده أحمر. طيب عاوز أعمل نسخة من الدائرة دي، في عندي أكتر من طريقة أعمل بيها نسخة، منها إن أنا أسحب الشكل كده شوية صغيرين كده وأسيب طبعا وأنا بكليك اليمين، وهنا أختار نسخ هنا، يبقى أنا كده عملت نسخة تمام. وهنعرف حالا ازاي نعمل نسخة تانية. النسخة الجديدة دي انا عاوز الاطار بتاعها يكون او القطر بتاعها مش 12، لا عاوز 12 ونص مثلا، يبقى من هنا ازود لحد ما 12 وخمسة من عشرة، وهنا كمان 12 وخمسة من عشرة من اللي هو ادوات الرسم تنسيق، وبعدين الحجم ده خلاص. يبقى احنا كبرنا دي شوية، احركها. طيب خلينا نغير الشكل بتاعها الاول، شكل الإطار ده خليه مثلا باللون ده ماشي، وأبدأ أحرك الدائرة اللي هي عليا دي، أحاول أحركها أحددها أحركها بس كده بحيث إنها تكون يعني تحتوي الدائرة الحمراء في داخلها. طبعا ممكن أحرك بالماوس أو من لوحة المفاتيح تمام، اللي هو الأسهم يعني. طيب انا كده عملت دائرتين، عايز اعمل دائرة في المنتصف كده كمان. فانا قلنا في اكتر من طريقة ان انا اعمل دوبليكيتد للشكل، يعني نسخة تانية منه. دوبليكيتد بتبدأ بحرف الدي، فممكن كنترول مع دي وانا محدد الشكل يعمل لي نسخة تانية من الدائرة. هو كده عامل نسخة تانية اهيت، وهبدأ ان انا اغير اللون بتاعها. كنترول دي حرف الدي، اللون بتاعها خليه المرة دي مثلا باللون الاخضر ده مثلا ماشي، انا كده غيرتها. وبعدين اضغط على شيفت واصغر الدائرة دي عشان هضيفها في المنتصف تمام. يبقى هنا وانا ضغط على شيفت، ليه بضغط على شيفت؟ علشان الدائرة تكون كاملة الاستدارة كده، او يعني الاستدارة بتاعتها دي تكون ايه، نموذجية يعني ماشي ستاندرد. هنا عاوز اكتب هنا اسم الشركة بتاعتي والكلام ده، وفي المنتصف هنا اسمي والاشياء دي. ممكن اكتب في تكست بوكس وممكن اكتب في شيب، فانا هختار ان انا حاليا هكتب في شيب، شكل هختار شيب من الاشكال دي، هو نفس الفكرة يعني، اي شكل كده هكتب فيه هنا. انا اصلا هحذف الشكل نفسه وهحذف كمان الحدود بتاعته، يعني كأنه مش موجود. وانا محدد الشكل كده هكتب الكلام اللي انا عاوز اكتبه، سواء بالعربي او بالانجليش براحتك. كتبت انا اسمي مثلا، انا هشتغل على اسمي في الفترة الحالية، وهبدأ ان انا اكبر 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 كده. لو عاوز تغير الخط الفونت من هنا ماشي براحتك، لو عندك خطوط انت عاوز تشتغل عليها مفيش مشكلة خالص، اشتغل على الخطوط اللي انت عاوزها ماشي، او لو انت عاوز تشتغل على الخطوط التقليدية التلقائية مفيش مشكلة براحتك برضه تمام. انا هكتب الثلاث كلمات يكونوا تحت بعض كده، وخليهم هم كمان باللون الاحمر تمام. اكبر التكست بوكس بتاعي لاعلى قليلا كده، وبعدين التكست بوكس وانا محدده اروح على ادوات الرسم تنسيق وتعبئة الشكل، اختار بلا تعبئة، يبقى كده ما عنديش اي تعبئة. كمان الاطار بتاع الشكل الخط الخارجي ده من هنا من اطار الشكل اختار بدون اطار خلاص. لما ابعد عن الشكل ده كده خلاص، الشكل ده اصبح ان هو مكتوب ابراهيم محمود مرسي في داخل الدائرة دي. كمان انا ممكن اعمل له استدارة لان ده ختم يعني، فمش شرط انه يكون ماشي مع السطور بالظبط، لا انا ممكن اعمل له استدارة كده يعني كيفما يحلو لك. كده احنا عملنا شوية شغل اهو. كمان هروح اعمل ايه، عايز اكتب هنا يعني كلام في المكان ده، فهبدأ ان انا المرة دي هستخدم تكست بوكس، هعمل ادراج لتكست بوكس مربع نص، هضغط على الكومبو بوكس ده هيظهر لي كل مربعات النص الحالية، وبعدين هختار رسم مربع نص هنا اللي تحت ده، وبعدين ارسم مربع النص بتاعي، هكتب فيه نكتب فيه نعمل نجمة كده مثلا، ونكتب بعد النجمة دي إبراهيم محمود مرسي
او اسماء اللي انت عاوز تكتبها عند حضرتك، وكمان نجمة. وكمان نجم. تمام. بعد كده هنكبر الكلام بتاعنا ده، بتاع التكست بوكس ده، كل النصوص اللي فيه حددتها كلها، ومن الشريط الرئيسي او من الاداه اللي بتظهر معانا دي، ونكبر سواء من الايه اللي هي بتاعه التكبير دي، او من العلامه اللي هي بتاعه الخطوط دي، ونبدا اننا نخلي مثلا الخط بتاعنا ده يكون باللون ده، والنجمة دي نخليها بالأحمر مثلا، النجوم خليها بالأحمر تدي منظر ماشي، أو لو عايز تضيف شكل أنت يعني جمالي كده من عندك شكل تاني مفيش مشكلة، أنا هضيفها بالأحمر كده وخلاص بس كده. تمام. أما بعد عنه كده، التكست بوكس ده ليه حدود، أنا مش عاوز الحدود بتاعته، يبقى هضغط عليه وأضغط على تنسيق واختار من اطار الشكل ان هو يكون بلا اطار، بدون اطار. حلو كده. وبعدين اروح على تنسيق الخط ده، انماط الوورد ارت، اختار الشكل تأثيرات النص، وهنا في تحت كده في حاجة اسمها تحويل، هخليه نص دايرة. نص دائرة اللي هو القوس اللي اعلى ده، فبيظهر معايا التكست بوكس يعني ما فيش استدارة كاملة، فهبدأ ان انا اكبره كده شوية واعمل الخط ده كده، هو كده لحد المنتصف. ايوه مظبوط. بس ابدأ ان انا احدد التكست بوكس، اقربه شوية كده، فهتبدأ الاستدارة تظهر معايا. احركه كده. تمام. طيب نبعد عنه شوية. التعبئة بتاعته نختار ان هو يكون بلا تعبئة، يبقى من تنسيق اروح لتعبئة الشكل ده، واضغط واختار بلا تعبئة عشان يظهر اللي وراء الشكل كده. ظهر معايا ابراهيم محمود مرسي. ايوه كده كويس ماشي. ممكن طبعا نكبر من هنا ونحرك الشكل كده الى يعني ان يكون منضبط. طبعا هو لسه صغير، احنا ممكن نكبر شوية كمان، يعني نشوف الخط اللي احنا شغالين عليه دلوقتي 26، خليه مثلا 30، انتر. ونبعد عنه كده شوية عشان نشوف هيشتغل ازاي. كده معقول. التكست بوكس ده انا هاخد منه كمان نسخة، يبقى احدده كده، مش النص، احدد التكست بوكس كده ماشي، واضغط كنترول مع دي، يعني اعمل دوبليكيت للشغل ده. التكست بوكس الجديد ده وهو متحدد حاليا كده، اروح لتنسيق، ما هو اللي متحدد حاليا ده هو الجديد، واروح للانماط الوورد ارت ده، واروح لتحويل دي، واختار القوس اللي هو لاسفل ده. تمام. شفت ايه اللي حصل هنا؟ اصبح التكست بوكس عندي عبارة عن نصف دائرة ولكن اسفل. احركه كده الى ان يكون في المكان المناسب. طبعا انت لو عاوز ان هو الخط يكون باكبر من كده مفيش مشكلة خالص، كبر شوية وزود الخط بتاعك شوية الى ان يكون مناسب تماما للشكل اللي انت عاوزه. لنفترض ان ده الشكل اللي عندي حاليا. طبعا اول ما بتبعد عن التكست بوكس، اول ما بتحدده كده بيظهر معانا بالشكل ده، تبعد عنه فهيبدأ ان هو يكون بيظهر معانا بالشكل ده. لنفترض ان انا عاوز اعمل كمان دايرة كده زخرفية في المنتصف هنا مثلا، يعني لو عاوز تعملها اعملها، مش عاوز تعملها ده شيء يرجع لك وبراحتك خالص. هعمل ادراج. انا عملت حصلت على بعض الدوائر الزخرفية من الانترنت، هتكتب على جوجل في بحث جوجل دائرة زخرفية، لو عاوز تضيفها ضيفها، مش عاوز تضيفها مفيش مشكلة خالص، مالهاش اي لازمة يعني، مش مشكلة ما تضيفهاش، بس انا هنضيفها بسرعة كده. هنضغط على الدائرة دي ونعمل ادراج، هتظهر معانا هنا. فمن التخطيط، ادوات التخطيط بتاعتها دي خلاها في المقدمه دائما، وبعدين ابدا احركها كده اجيبها هنا. هتلاحظ انها بدات تغطي على الكلام بتاعي، مفيش مشكله. انا ممكن اضيفها هنا اسفل النص، وممكن اضيفها اعلى النص، وممكن ان انا اصغرها كمان كده واخليها في المنتصف بس، يعني كل ده متاح بالنسبه لحضرتك. تمام. طيب بعد كده هعمل ايه؟ عاوز اعمل تحديد لكل الاشكال اللي عندي، كله كل الاشكال دي اعملها تحديد. اعملها تحديد ازاي؟ هنا بقى
هتظهر معانا مهارة جديدة. من الشريط الرئيسي هروح للآخر كده، في جزء اسمه تحرير وفي سهم صغير اسمه تحديد. هضغط على تحديد ده واختار جزء التحديد، هيظهر معايا جزء التحديد ده. فتبدأ تضغط على أي شيء، هتضغط عليه هنا هيحدده هنا، هتضغط عليه هنا هيحدده هنا. أنا عايز أحدد كله، كل الأشكال دي. أعمل إيه؟ هضغط واحد اللي هي الصورة دي، ماشي، وبعدين أضغط على شيفت وأضغط على التاني شيفت، لا مش شيفت، كنترول. أضغط على زر كنترول وأضغط على ده وده 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 وده، كل الأشكال دي ما عدا الأخير ده مش هعرف إن أنا أضغط عليه، لأن الأخير ده هو صورة الخطوط اللي هي في خلفية الصفحة، الخطوط اللي بالأخضر واللي بالأحمر دي، تمام؟ أنا مش محتاجها أصلا في الشكل بتاعي. بعد كده وأنا حددتهم كده، ممكن من زر كنترول مع جي، حرف جي عشان أعمل لهم جروب، أو من تنسيق من هنا أروح أعمل لهم جروب من هنا، ماشي، من هنا، من تجميع خلاص اللي هو جروب. هيظهر معانا كل ده على إنه جروب واحد، على إنه شيء واحد. هو الآن الختم ده كله عبارة عن شيء واحد، كتلة واحدة، ومكتوب لي هنا جروب اهوت ومتحدد، وأنا محدده كده. المفروض إن أنا هحتفظ بالشكل ده على إنه صورة. إزاي أحفظه على إنه صورة؟ إزاي أحفظه على إنه صورة؟ إيه الوورد؟ هي دي الخطوة اللي هنطلع منها للوورد البرنامج تاني، وهو برنامج الباوربوينت. لأن الوورد ممكن ما بيدينيش إمكانية إن أنا أحفظ الشكل ده على إنه صورة، صورة يعني إن أنا أستغلها على إنها صورة وأشتغل عليها. فهضطر إن أنا هاخد الكنترول سي، ماشي، يعني خدته نسخ، ماشي، وأروح على الباوربوينت، شريحة فارغة تماما، شريحة فارغة ممكن تضيفها من هنا كده، من شريحة جديدة تحت بلانك اهي اللي هي فارغ، تضيفها هنا في أي مكان. خلينا نحذف دي، هي واحدة اللي أنا شغال عليها فارغة اهي، ولصق من هنا مباشر كده، فهيعمل لصق للشكل اللي معايا. تمام، بيظهر معانا هنا الشكل بتاعي بعد ما عملت له لصق بالشكل ده. ما تحفظش، ما تعملش حفظ للشكل للشريحة كلها، ولكن وانت محدد الشكل كده كليك يمين، وبعدين هيظهر معاك في القائمة دي حفظ كصورة، يعني حفظت الشكل اللي انا عامله ده على انه صورة. فبضغط على حفظ كصورة، بيفتح لي طبعا البراوز بتاع المستعرض، ان انا هحفظ فين، المسار بتاعي. بتحدد المسار بتاعك في المكان اللي انت عاوزه، وبعدين بتكتب اسم الصورة، وليكن مثلا اسمها شعار شخصي، تمام، ونعمل هنا او ختم شخصي مثلا، ونعمل حفظ. احنا عملنا حفظ على ايه؟ على انه صورة، فطبعا بيحفظه على انه صورة. خلاص كده احنا مش محتاجين الباوربوينت، نرجع للوورد تاني. الشكل اللي معايا ده خلاص انا مش محتاجه، ممكن اعمل له ديليت، خلاص اهو حذفته. طيب هضيف الشعار بتاعي ازاي في الصفحة بتاعتي؟ من انسيرت، ادراج، صورة، خلاص انا عارف مكانه وعارف كمان انا مسميه ايه. من هنا كده نضيفه، طبعا بيعمل لي براوز شعار شخصي اللي هو ده، ونعمل ادراج، بيظهر معايا الشعار بالشكل ده. ممكن نعمل له تصغير وتكبير ونحركه في اي مكان، طبعا ما بيتحركش، لان اللاي اوت بتاعه ده التخطيط لازم يتخليه خلف النص يتخليه امام النص، ماشي، عشان تعرف تتحكم فيه كويس ويكون معانا يعني متاح معانا كده. نحركه كده، تمام، ونصغره، نعمل له نسخة في مكان تاني، نسخ كأنه ختم كده. وممكن كمان نغير اللون بتاعه. ازاي نغير اللون بتاعه؟ من هنا، من تنسيق ادوات الرسم، اول ما بتضغط عليه كده بتحدده تنسيق ادوات الرسم، وبعدين تروح للون. لو عاوزه زي الختم العادي كده، بتروح تختار اللون الازرق الفاتح ده، بيظهر كأنه ختم، كأنه ختم مختوم في الورقة. ممكن طبعا في الوان تانية بتعمل نسخ هنا، ماشي، لده او للتاني، ومن الالوان، وبتغير الالوان اللي عند حضرتك، ماشي، تمام، بتختار اي لون، اللون اللي انت عاوزه. طيب انا عاوز اضيفه في خلفية الصفحة زي ما كان موجود معانا في اول الفيديو. بتضغط كليك، تعمل له كنترول سي، انا خدته كده نسخة في الذاكرة عندي، وبتروح تضغط هنا دبل كليك في اعلى الصفحة عشان يفتح لي رأس الصفحة، تمام. وبعدين وانت في رأس الصفحة كده تعمل كنترول في، كنترول في يعني لصق، وتبدأ تكبر الشعر عفوا، كبر الشعار بتاعنا وتنزل به تحت شوية. تعال نعمل زوم اوت للصفحة
ونحركه كده. انا حاليا في رأس الصفحة مش في الصفحة، خد بالك انا حاليا في رأس الصفحة، يعني الكلام اللي هتعمله هنا دلوقتي، التنسيقات اللي هتعملها هنا وتظبطها كده هيظهر في كل الصفحات. بعد ما تخلص ضبط الشكل في المكان المناسب له، تعمل اغلاق لرأس الصفحة. ظهر معانا الختم الشخصي ده هنا، ولما بتروح لصفحة جديدة هنضغط انتر كده وننتقل الى صفحة جديدة، طبعا هتلاحظ ان فيها نفس الختم ونفس الشعر. الفيديو اللي شرحنا فيه ازاي نعمل السطور بتاعة مستند الكراسة او الدفتر ده، هتتركه لحضرتك في وصف الفيديو، اللينك بتاعه تشوف تشاهد الفيديو وتشاهد الخطوات العملية لعمل المشروع ده. ويعني كمان هسيب لحضرتك الملف المستند ده اللي احنا شغالين عليه حاليا الآن، لإمكانية طبعا التعديل والتحرير. وأعتقد إن الخطوات اللي قمنا بيها عمليا في الفيديو الحالي دي يعني كافية وكاملة. مرة تانية بنشكر كل من يدعم القناة وكل من يدعم القنوات التعليمية بصفة عامة، سواء بالمشاهدات أو بالمشاركات أو بالتعليقات والتفاعلات، لأن القنوات التعليمية طبعا تحتاج إلى كثير من الدعم. هسيب لحضرتك اللينك بتاع الفيديو اللي هو خاص بتسطير مستند الوورد، السطور الأفقية والرأسية ديت، وكمان في فيديوهات عندنا على القناة لعمل مستند الوورد وكأنه يعني كراسة رسم بياني، خطوط أفقية ورأسية وطباعة الشبكة والكلام ده كله. والقناة مليئة بالمعلومات المهمة والمفيدة. بندعوكم لمشاهدة هذه الفيديوهات، بندعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات، كمان بندعوكم لدعم القناة ماديا لضمان استمرار تقديم محتوى تعليمي إن شاء الله يكون متميز. يا رب الفيديو يكون عجبكم الاستفادة. شكرا لمشاهدتكم، شكرا لصبركم علينا، شكرا لكم، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.